أهلا وسهلا بكم في الجزء الثالث والأخير من الباب الثامن. أسعد الله أوقاتكم. في إطار وحجم العينة سوف نشرح الجزء الأخير من هذا الباب. إذن دعونا نرى في هذا الباب ما إطار وحجم العينة. إطار العينة إما أن يكون عبارة عن قوائم بحث أو طريقة اختيار العينة بالطريقة العشوائية في حال عدم وجود قوائم بأسماء المجتمع وأسماء الأفراد. المجتمع يجب أن يصف بالتفصيل كيفية اتصال المجتمع من خلال اختيار العينة. أحياناً يستخدم الهاتف في قضية التعرف على عينة الدراسة من خلال الاتصال، لكن في الغالب طريقة العينة هنا طريقة العينة الاحتمالية. حجم العينة من المشاكل التي تواجه الباحثين في إعداد البحث. تحديد حجم العينة، كلما كان هناك حجم عينة أكبر زاد تمثيلها، كما يزيد فرص من الفرضية عندما تكون خاطئة هنا، أي تغيير الخطأ للنوع الأول. ولكن مش من السهل على الباحث أن يوفر عدد كبير من أفراد العينات في ضوء إمكانيات البحث المادية والفنية. يعني مكلف الشيء أنك تجيب ناس كتير وتستضيفهم وتعمل معهم البحث، ولذلك يحاول الباحث أحيانا أن يوفر الحد الأدنى المقبول إحصائيا. يعني مثلا على سبيل المثال، وهذه يعني معلومة أكيدة، العينة الممثلة لقطاع غزة كاملة 2.5 مليون نسمة هي 384 شخص فقط. يعني لو جبنا 384 شخص من كل قطاع غزة من مختلف المحافظات والفئات التعليمية والذكور والإناث والشيوخ والكبار وممثلي المجتمع، يكفو أن يمثلوا عينة مجتمع قطاع غزة. أحيانا في بعض المعادلات الإحصائية تفيد في تحديد الحجم لعينة الدراسة. لو قلنا مثلا 50% مناسب لدراسة معينة حول ظاهرة معينة، مثلا لو قلنا 5% للمجتمع الفلسطيني اللي يتكون من 2 مليون زي غزة مثلا، قد يصل إلى مليون عينة. الدراسة إلى 2 مليون عينة كبيرة جدا بالنسبة لما يتعلق بنسبة معينة لحجم الدراسة. هم عينة مثلا 50% من 2 مليون، يعني مليون، هذا كبير جدا ما يتعلق بهذه النسبة، وهي يصعب على الباحث تحديد حجم معين من للدراسة أو من الأحجام المطلوبة. أيضا ممكن أن يكون الاختيار هنا من خلال أو الدراسة لما تكون طريقة جمع البيانات من العينة للاستبيان بتكون أكبر من المقابلة. لو فرضنا مثلا المقابلة، الباحث أجرى 20 مقابلة في دراسة معينة، هذا يقابل في الاستبيان ما يقابل حوالي 600 استبيان. قد يستغرق الباحث أو القارئ البسيط أنه مثلا أنه هذا الباحث عمل دراسة ومقابلة لـ20 مفرزة أو 20 فرد لمجتمع الدراسة. ممكن قد يظن الباحث أو يظن القارئ أن مجتمع الدراسة ضعيف جدا لأنه وجد فيها فقط 20 الحالة اللي عملنا معهم المقابلات، لكن في الغالب الدراسة التي تستعمل المقابلات أو نظام المقابلات في جمع البيانات تكون مكلفة جدا ومجهدة. ليش؟ لأنه وقت المقابلة قد يستغرق من ساعة إلى 3 ساعات تقريبا مع كل إنسان أو مع كل مجموعة، فهذا جهد كبير جدا وما يكون مسجل ضمن الدراسة. لكن مهم هنا أن نشير إلى أن عينة الدراسة بالمقابلة قد تكون قليلة مقارنة باستخدام الاستبيان لجمع بيانات أكبر وعدد أكبر، وهناك أيضا تكون النتيجة مصداقية أكبر. السلايد الأخير، يجب على الباحث أن يحاول جاهدا أن يجمع أكبر قدر مستطاع ممكن الوصول إليه من الناس، لأنه عندما يكون دراسة هناك يعملها على مدينة مثلا الرياض، قد تضطر أن تكون العينة للأسر تختلف الدراسة أو العينات باختلاف الأسر وباختلاف المجتمع.